بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. كل عام وأنتم بخير أيها الأحباء في هذه البلدة المحروسة من الله وفي هذا الدير الذي بدأ كما رأيتم يتعافى بعد الخراب والدمار الذي حل به. أعايدكم جميعا وأعايد أصحاب العيد وكل من تسمى واتخذ من القديسة تقلى شفيعة له. كنت جاي اليوم من جديدة عرطوس حتى أقدس بالليل مع البطران أو مع الناس اللي بدهم يجوا. بس صارت الظروف إنه أنا أكون اليوم بالقداس. بشكر أبونا اللي قدست أنا وياه اليوم وبقول له إن شاء الله بتضل كل العمر سالم وإلى سنين عديدة باسمكم جميعا. بشكر ربنا اللي خلاني اليوم واقف وصلي بهالدير بعد سنوات كثيرة كنا بنشتاق فيها إنه نكون موجودين مع بعضنا البعض بدير القديسة تقلى بهالدير المقدس العظيم بإرثه بحضارته وبشعبه وببلده معمولة وبكل شيء كان فيه. كان الدير دائما عايش قلبنا وجداننا بضميرنا بحياتنا. كنا دائما وقت اللي نجي على الدير من نحن وصغار لتاريخ اليوم وإن شاء الله نضل نجي وبلادنا بيجوا بيضل هالدير موجود إلى منتهى الدهر. يا أحباب دائما بعيد القديسة تقلى نقرأ بالنص الإنجيلي العشر عزاء، خمسة حكيمات وخمسة جاهلات. الخمسة الحاكمات كانوا مجهزين حالهم ومستعدين لأي لحظة أن يلاقوا الرب يسوع المسيح، بينما الجاهلات نعسوا وناموا وما أصلحوا المصابيح وكانوا عم يفكروا بأمور أرضية وليس أمور روحية. وهذا الكلام بخلينا نتذكر مرتا ومريم أخواته لعازر. قال الرب يسوع المسيح مرتا مرتا إنك مهتمة ومضطربة في أمور كثيرة إنما الحاجة إلى واحد. فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لا يودع منها. ماذا اختارت مريم؟ اختارت الكلمة التي كانت تسمعها من الرب يسوع المسيح. والعزارة الحكيمات التي اخترنا أن يدخلنا إلى الختن، إلى المملكة، إلى السماء، إلى عرش الله، لأنهن كنا مستعدات بهذا الاستعداد يكون كل واحد منا مستعدا ومستحقا أن يتناول جسد ودم يسوع المسيح وأن يتحد بهذا الجسد ويشرب من هذا الدم لكي تكون له الحياة الأبدية. هكذا قال الرب يسوع المسيح: من يأكل جسدي ويشرب دمي له الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. لذلك يا أحباب في هذا القداس الإلهي صلينا إلى السيد له المجد إلى الرب يسوع المسيح أن يعيد هذه الأيام علينا جميعا وأن يكمل ما تبقى من هذا الدير من ترميم وإصلاح. وهذا بجهود سيدنا صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر ومن معه من الإكليروس ومن جميع المؤمنين وأيضا بمساعي وبركة أهل هذه البلدة الأعزاء الذين صمدوا ودائما يصمدون في وجه كل الصعاب وخاصة في هذه الأيام الصعبة. نرى أهالي معلولة، أهلنا الأكارم، أهلنا الأحباء مرفوعين شماه بهذا
القداس إلهي وهذا النصر الذي تحقق لهذه البلدة ولهذا البيت. نحن أيها الأحباء مهما قلنا لا نفي ما قامت به كل المجموعات التي أتت إلى هذا الدير وبارك وتبرع وأعطى وقدم من جهدها ومن فكرها ومن عرقها ومن جميلها لكي يبقى هذا الدير ديرا شامخا مرفوعا وفي أعلى الصليب المقدس، وهذا الصليب هو صليب الرب يسوع المسيح. أعيدكم جميعا وأتمنى في الأيام القادمة وفي الأعياد القادمة أن نكون جميعا في هذا الدير ونرى كل شيء على أعلى المستويات وأحسن حال. وهذا ما رأيناه اليوم. السنة الماضية جينا على الدير بكينا، جينا على الدير بكينا السنة الماضية. لو بتشوف السنة الماضية كيف كان الدير، بس الشيء اللي هلأ صار حقيقة بيرفع الرأس، إنه نحن أجينا لقينا الخام، لقينا بلاط، لقينا نظافة، ما عاد في شيء مبين إلا الشيء القليل القليل من آثار الدمار والشيء اللي صار بهالدير، وكله بفضل الرب يسوع المسيح والقديسة تقلى. وما ننسى بهذا اليوم إنه ندعي ونصلي لرئيسنا الدكتور بشار الأسد ومنقول له الله يعطيك العافية والله يطول عمرك ويخلي لنا اياه لتقود السفينه الى بر الامان والاطمئنان. معاييكم جميعا ولكم كل عام وانتم بخير باسمي وباسم قدس الاب اخونا اللي اشتركت انا وياه بهالخدمه وبشكره ليش اليوم سمح لي انه اكون موجود معكم وعم بحكي انا وياكم، وبشكر كل هالناس الحاضرين وبقول لهم كل عام وانتم بخير يطول عمركم ويخلي لنا اياكم جميعا وان شاء الله بنعاد عليكم هالايام بالصحة والسلامة والتوفيق.